السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم اختارت نسميها تشيز كيك الدراويش. وصفة سهلة ولذيذة ومناسبة للحرارة اللي كاينة هاد الأيام هادي. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال الطبقة الأولى، حاجتنا 2 بيضات، كاس حليب، كاس مع مرش زيت، كاس مع مرش سكر، العبار بنفس الكاس ديال الحليب، و2 كيسان ديال الطحين. خمارة من فئة 16 غرام، ما يعادل 2 ديال الخمارات حمر، وخنيشة فاني. بالنسبة للطريقة، الطريقة العادية اللي كنحضروا بها الكيك، كنخلطوا البيض هو الأول، هنا كانت تحت ليا قشيرة ديال البيض باش تحيد اضطريت نستعمل ملعقة هي اللي حيدت لي القشرة دغيا. كنخلط 2 البيضات مزيان، ومن بعد كنزيد عليهم السكر، الزيت، والحليب بارد في الأخير. خنيشة فاني، والخمارة، خليتها غير دقيقة بين ما غربلت الطحين. شوفوا كيفاش تفاعلت الحرارة، ما شاء الله هاد الأيام طالعة بزاف، يعني الحاجة خصها تدار في ديك الساعة. وصلت عندنا تقريبا 33 غراد، ويمكن نكمل الإضافة ديال الطحين. كما قلت لكم 2 كيسان لعبار بكاس اللي عبرت به الحليب. خليط الكيك واجد، خديت قالب من هذوك اللي كيتحلوا من الجناب، دهنته بشويه ديال الزيت وصبيت فيه الكيك. كندخلو الفران على حرارة 180 درجة مدة ديال 30 حتى 35 دقيقة. ملي كدوز 20 دقيقة ديما انا كنحل الفران ونتك الكيك، نشوفو الى طاب، الى باقي كنخليه كمل الطياب ديالو كما قلت لكم 30 حتى 35 دقيقة. ندوزو لتحضير السيرو اللي غادي تسقي به الكيك. بالنسبة للمقادير، حاجتنا في كاس كبير ديال الماء يكون عامر، ما بارد بطبيعة الحال، نص كاس ديال السكر سنيدة، عبار ديال الكاس ديال الماء، 2 معالق كبار ديال عصير ديال البرتقال، خنيشة ديال الفاني، على نار متوسطة كندير السكر، نزيد عليه الماء، خنيشة ديال الفاني، معصير ديال البرتقال اللي كنكون ديجا مصفيه من داك اللب، لان ملي كيكون فيه اللب كيعطل السيرو يعقد. السيرو كنخليه يغلي على نار متوسطه ونجرب بالمعلقه، كنشوف خصو ما يكونش ثقيل بحال العسل وما يكونش جاري بحال هكا،
غنخليه يزيد دقيقة ديال الغليان حتى لجوج ديال الدقايق بين معقد، ونطفي عليه ونخليه يبرد باش نستعمله من بعد. هو السيرو واجد، نطفي عليه ونخليه يبرد. ندوزو تحضير الطبقة الثانية. كنحتاج ربعة المعالق كبار ديال النشا. النشا كنعاود ماشي الطحين، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن ثلاثة أربعة، كل واحد وشحال كيبغي يدير درجة الحلاوة. ونص سيترو ديال الحليب بارد. هاد المقادير كنخلطهم على البارد، عاد كنشعل العافية، النار تكون متوسطة مع التخليط المستمر. هاد الطريقة هادي كنت درتها حتى في واحد الرايب. دابا نحط لكم الرابط ديال الوصفة في صندوق الوصف اللي بغات تعرف عليه. هانتوما عقد الخليط، هنطفي عليه ونخليه يبرد شوية خصو يكون تقيل بحال هكا. كنزيد جوج ديال جبن مربعات، فورماج مربعات، علبة ديال الياغورت الكبير طبيعي، هذا ما منسمش، ممكن تكتفيوا بهاد المقادير فقط. انا زدت علبة واحدة اخرى ديال الياغورت لان بغيت الطبقة تكون كبيرة وباينة، هذه كيبقى اختيارية علبة الياغورت الثانية. الكيكة من بعد ما بردات كندهنها بالسيرو، هاد المرحلة ممكن تخليوها تشرب السيرو عاد دوزو تزيدو طبقة ديال الطبقة الثانية ديال الجبن، أو ممكن كما درت أنا ديرو الطبقة الثانية مباشرة لاستغلال الوقت. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه كانوا بقاو باينين فيهم طروفه ديال الفورماج، فخلطتهم في الخلاط الكهربائي باش تجي طبقه منسجمه ومتجانسه. هي الكريمه ديالنا واجده، كنصبها مزيان مع الجوانب وفي الوسط باش ندير طبقة باينة. كنغطيها بلاستيك غذائي وندخلها الثلاجة تبرد وتشد فراسها مزيان. هي مني جبتها تقريبا كتاخد 6 سوايع. هذا لاصوص الفريز، كنت فايت وجدته وحطيت لكم الوصفة. غادي نحط لكم رابط الوصفة اللي بغيت تعرف على صوص الفريز، كيجي ساهل، غادي نحطها لكم في رابط الوصف اللي بغات تعرف على الوصفة. كنخليوها تبرد وندخلوها الثلاجة تشد راسها ديك الطبقة ديال الفريز تقريبا 2 ساعة ديال المقانة، ومن بعد نخرجها. والتزيين كيبقى على حسب الرغبة. انا زينتها بحبيبات ديال الشوكولات الكيوي كما كتشوفوا.